السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أخواتي حبايبي، مرة تانية من سوق العبور نرجع تاني نشوف أسعار الأكل والشرب مع الزيادة اللي احنا شايفينها وحسينا في الخضر بره. وأنا بنقل لكم الصورة يوميا أو كل يومين أو كل 3 أيام بنزل السوق بنقل الأسعار زي ما هي، لسبب إن انتوا تشوفوا الأسعار بره عند البياعين القطاري والفرق بيبقى كبير زي ما أنا بقول لكم، فتنزلوا تشتروا انتوا او 2 او 3 من قرايبكم واصحابكم جيرانكم وتوفروا كده. يا رب اكون بفيدكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. لو ما فيش اشعارات بتجيلكم اخرجوا من الاشتراك وارجعوا اشتركوا تاني عشان يجيلكم الاشارات من اول وجديد وفعلوا الجرس. يلا بينا نتفرج على الفيديو، ويا رب اكون بفيدكم، ويا رب تكون يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم. ويلا بينا. البنجر يا جماعه، نشوف البنجر بكام. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ البنجر بكام؟ 2 جنيه الكيلو، 2 جنيه و2 ونص. عشان الشمس بس يا جماعة زي الفل زي الفل. المعلمة دي معانا، معلم رزق رزق بتاع الخير. اقول لك اصور عندك؟ اصور عندك؟ بكام السبانخ؟ الرابطة ولا الكيلو؟ كيلو ب10 زي الفل والله يا جماعه، زي الفل. كيلو ب10؟ كيلو ب10. بص السبانخ ورد طازه. الكيلو بكام يا باشا؟ كيلو ب10. كيلو ب10 جنيه. والحزمه بتقعد تعمل قد ايه؟ نص كيلو؟ نص كيلو ما شاء الله زي الفل والله. اللي عايز يخزن بقى سبانخ دلوقتي كده. ابو علي 5 لا الكيلو بكام؟ 5 جنيه. يعني هنا ب10 وهنا ب5؟ ازاي؟ ب5 صح. بكام يا حاج؟ 5 جنيه 6 جنيه. 5 ولا ب6؟ من 6 ل 5 جنيه. طب ارجع كده شويه عشان الشمس معكساني خالص. زي الفل برضه. الحاج احمد سمير ان شاء الله محل 20 عنبر زين. كله تراب، كله رمل ليه؟ ما هيتغسل. زي الفل. انا صاحب الزرع. الحاج احمد سمير؟ احمد سمير. عنبر 2، اول عنبر 2. محل 20. محل 20. احلى سبانخ. 6 جنيه صح؟ 6 جنيه. 6 جنيه. معلم رزق. بس هو عايز تصور يا حاج؟ رزق كم خيار؟ 13. الخيار ب 13؟ ده ب 6 جنيه. 6 جنيه ده نوع ايه؟ نوع ايه؟ سوق. ده ب 6 جنيه كيلو؟ امال ايه ال 13 انهي؟ صغير. صغير؟ وريني الصغير ده كده. ده ب 13؟ ده ب 13 عند المعلم رزق. عند المعلم رزق ما شاء الله. برضو عنبر 20. محل 20 عنبر 2. محل 20 عنبر 2. نهارك زي الفل. معلم رزق. معلم رزق. السلام عليكم يا حاج. هو ده عنبر كام؟ ده عنبر 2؟ السلام عليكم. الفلفل بكام يا حاج؟ اصور بعد اذنك. اصور الفلفل؟ لا لا اصور. طب ممكن اعرف الساعة؟ اصور الجزر؟ بكام الجزر؟ ايه؟ طب ما تقول لي ما يمكن اشتري. ما يمكن اشتري، ما انا برضو باخد واشتري. والله انا مش والله مش بشحت. انا بقى انا بص اقول لك، انا باجي اصور للناس اللي بيقولوا عليكم هنا بتغلوا الاسعار. الناس اللي بره انا شاريه كيلو كوسه الاسبوع اللي فات ب 35 جنيه ويقولوا ان سوق العبور غالي. لما بنقل بقى الحاجه عندكم، لما بنقل الحاجه عندكم بسعر وهناك بسعر، فالناس تيجي تشتري من هنا. طب المفروض تصور المبيدات هناك بتاعت الحكومه اللي هتديها للناس. لا انا ماليش دعوه بالمبيدات. هو اللي بيغلى السعر يا حاج المبيد اللي بيغلى. والله. طب الجزر بكام؟ الشجرة عاملة 95. ما شاء الله. شكرا. باشا اصور البتنجان؟ اجي اصور؟
لسه بيرص. لا بس انت بترص حلو. الفاصوليا بكام؟ 8 جنيه. والباذنجان بكام؟ بس ما شاء الله زي الفل. طب الرسه بالله عليك لقطه كده بالرسه دي جميله. فنان بكام؟ 3.5 بس والله ما شاء الله. والفلفل 4 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله زي الفل. عنبر 2 محل كام؟ محل 96. ما شاء الله ربنا يسلمك. عاملين مزاد عفوسه. السلام عليكم. اصور الفلفل؟ بكام الفلفل يا حاج؟ ده الحراق. في زيه بارد بس غامق شويه. ده ب 8 جنيه. والرومي؟ الرومي ب 11؟ الرومي ب 11. وخدي الجميل عندك بقى بكام؟ استنى استنى استنى. خد بالك عشان انت داخل على ال داخل على في البحر. خد داخل على الحاجه يا بكام البطاطا يا حاج؟ ممكن اصور؟ صور يا ستي براحتك. خد يلا ماشي ماشي. 5.5؟ عامله قناه ولا ايه؟ اه قناه. احنا ما فيش غير 24 ساعه 5.5. ما احنا بنعلم برضو. الناس بتيجي تاخد من عندكم على فكره. وانا بشتري من هنا جمله وكده. 5.5؟ اه. دي بيضه. دي نوعها ايه؟ بطاطا بيضه بتاعت المنيا. بطاطا بيضه اه. 5.5. مش عايزه اقول لك ان دي عامله زي الالماز فين وفين لما بنلاقيها. دي بطاطا بيضه ب5.5. في ناس معينه بتحب نوع معين من البطاطا زي ما انتم شايفين كده ب5.5 زي الفل. ازاي؟ شكرا يا باشا. والفلفل ده بكام؟ ده ب5 جنيه بتاع التخليل. ده ب5 جنيه بتاع التخليل. 5.5 يا مدام. 5.5. لا الشوارع على بعض هنا. اصور الليمون؟ ممكن اصور الليمون؟ عايز تطلع؟ تطلع؟ على اليوتيوب عايز يعني بقول لك عايز؟ ماشي. بكام الليمون؟ الليمون ب 12 جنيه. الكيلو ب 12؟ ده تخليل بقى واي حاجه. بس الليمونه كبيره ما شاء الله. ليمونه نظيفه وكبيره. هنا في فلفل كتير قوي. شوف احمد عامل كبير وعامل الليمون. اقول عليك انا تبع الحكومه. شوف كلنا تبع الحكومه. السلام عليكم. البسله بكام يا حاج؟ البسله بكام؟ ممكن اصورها؟ بسله اصورها بس بكام؟ 25. ازاي؟ عامل ايه؟ اه صور. ما انا عماله اقول لك صباح الخير يا حاج. ازيك يا حاج عامل ايه؟ والكوسه بكام؟ لا لا ابدا. ايه؟ اه ب 12؟ انا جايبها ب 35 جنيه الاسبوع اللي فات. الكوسه اقسم بجلال الله 35. والفلفل بص الناس اصلا 9 جنيه. طب البسله غليت ليه كده؟ السلة غليت ليه كده؟ 25. 25. والقلقاس. القلقاس 13.5. بالشيكارة ولا بالكيلو؟ بالكيلو صح؟ هو لازم اخد الشيكارة كلها؟ بس كلها على عيد يعني. لا بشتري والله. بص القلقاس جميل ازاي؟ القلقاس جميل. استنى بس دقيقة واحدة. كم واحدة؟
75. 75؟ ما بكمل بقى.